كما أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة، وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الإجراءات. وهذا ما حصل مع السيد برزان إبراهيم التكريت عندما كان يمارس حقه المقدس المشروع في الدفاع عن نفسه، وكان يشكو من مرض العضال مصاب به، وقد أوردته كافة التقارير الطبية الأمريكية والعراقية ومنها اللجنة الطبية المشكلة بقرار المحكمة. وطالبنا مرات عديدة بإطلاق سراحه ولم تستجب المحكمة، ولأسباب تكفلها الدواعي الإنسانية من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون رحماء فيما بيننا. سادسا، فنص المادة 19 فقرة باء من قانون محكمتكم على أن يتاح للمتهم الوقت ويمنح تسهيلات المحكمة. وضح العبارات المحكمة قانونية. تنص المادة 19 فقرة باء من قانون المحكمة على أن يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من إعداد دفاعه، وأن تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بإرادته ويجتمع به على انفراد، ويحق للمتهم أن يستعين بمحام غير عراقي طالما أن المحام الرئيسي عراقي وفقا للقانون. هذا نص المادة. وعليه فأن جميع الزملاء المحامين عربا وأجانب هم محامون بكامل درجتهم وليس مستشارين، يمارسون حقهم بأنفسهم في الدفاع دون واسطة، ولا يجوز مقاطعتهم أو المنع عليهم والإحسان لهم بمنحهم فرصة الدفاع عن موكليهم، لأن في ذلك تقييدا وحرمانا لحرية الدفاع وانتهاكا صارخا لحق الدفاع المقدس. وقد وردنا كتاب من المحكمة يمنع المحامي العربي وخاصة زملائنا في دول الخليج العربي، وهو مقصود يمنعهم من ارتداء زيهم الرسمي أي الدشداشة والعقال، ويصفها بغطاس الرأس، وهذه الكلمة غير موجودة في القاموس العربي. وعليه فإن هذا الطلب أو المنع هو مخالف لقانون أصول المحاكمات وقانون المحاماة ولمبدأ المعاملة بالمثل وحقوق المحامين العرب في الترافع أمام المحاكم العراقية، وهي سابقة لم يعهدها القضاء العراقي. ابرز هذا الكتاب أمام المحكمة، خلي يكون على الشاشة. ابرز هذا الكتاب. هذا موجود عندي بس. ابرز الكتاب. ابرز بأي لحظة. موجود. ابرز هسه على الشاشة. هسه ما شالوا يعني. موجود. أنا وشون أنت يعني تريد تثبت الدليل؟ أنا أتعهد بالمحكمة بأن هذا الكتاب موجود عندي، أتعهد بالجلسة القادمة أبرزه قدام وأنطي الوسائل الإعلام. سابعا، للمتهم حق الانفراد بمحاميه والتشاور معه أو معهم بحرية تامة، وأن يتبادل معه كافة الأوراق والوثائق القانونية دون أن يطلع عليها أيا كان، وأن تحظى هذه الوثائق بالسرية المهنية التامة أسوة بالادعاء العام. ولكن ما يحصل أن جميع لقاءاتنا شكلية تتم برقابة عسكرية أمريكية مشددة للغاية، لا يسمح لنا بتبادل هذه الوثائق أو أي أوراق أخرى ذات صلة بالقضية، فكيف لنا أن نستطيع الاشتراك مع موكلنا في تقديم المشورة القانونية لهم ولو بحدها الأدنى لبناء وإعداد دفوع اللوائح القانونية؟ وهذا ما شكونا منه مرارا دون جدوى. وعندما نسأل الضابط والجنود ضباط الجنود الأمريكان عن السبب في هذه الانتهاكات، يقولون هذه تعليمات القاضي العراقي ونحن نطبقها. ثامنا، للمحامي حق الدفاع، وهو مقدس ومشروع كفلته كافة الأنظمة والقوانين والشرائع، وله الحق أن يقول ما يشاء وأن يدافع بشرف وشجاعة ونزاهة عن موكله، ويدفع بما يراه مناسبا للدفاع وتبرئة موكله، وإلا يؤاخذ أو يعاقب أبدا على ما يقوله وفقا للمادة 26 من قانون المحاماة النافذ. فإنه يجب أن ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية والشهور الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللاقين بكرامة المحاماة، وأن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، ولا يجوز أن تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني. والحمد لله فإن جميع أعضاء هذه المحكمة محامين، وإن كانوا الآن قضاة ويقدرون ذلك، كما نصت المادة 30 على يجب إخبار النقابة بأية شكوى تقدم ضد محام وفي غير حالة الجرم المشهود، ولا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه أو إرساله مكفورا في جريمة منسوبة إليه والمتعلقة بممارسة مهنته، كما نصت المادة 28 من قانون المحاماة على لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسته المحاماة، ولا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي نظر الدعوة التي تقام عليه، آملين أن لا يتكرر ما حدث مع الزميلين المحامي صالح العرموطي والمحامي بشرى الخليل، لأنه كان مخالفا للقانون وقانون أصول المحاكمات
والأسوأ من ذلك هو قيام بعض الزملاء بالاعتذار وطلب الصفح، لأن من حق المحامي قول كل شيء وإبراز كل شيء من شأنه أن يصب في حق الدفاع عن موكلينا، آملين بإذن الله أن نبني جسورا من التعاون بيننا وبينكم من أجل الحق والعدل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. صدق الله العظيم. شكرا. نسمع. أنت تطرقت إلى الجلسات السرية، تعرف العلنية لا تعني البث ولا الإذاعة. العلنية لا تعني البث ولا الإذاعة. عندكم ملاحظات؟ دقيقة. عندكم ملاحظات على في ما يتعلق بالمستندات سلمت، وعدة في عدة جلسات بينا ذلك، ولا داعي للتكرار من قبل هيئة الادعاء العام. شكرا. المحكمة المحترمة، وللخشية من تضليل العدالة والمحكمة وبالنظر لتكرر طلبات وكلاء الدفاع عن المتهمين تحت ذريعة الادعاءات الباطلة. الغاية منها تعطيل عمل المحكمة وتضليل للعدالة وتأخيرا لإحقاق الحق وإصدار قرار الحكم العادل. نلتمس من محكمتكم المعقرة أن تكون علاقة وكلاء دفاع المتهمين بالمحكمة استنادا للطرق القانونية التي رسمها قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المحاماة النافذ والأعراف القضائية التي درجت عليها المحاكم. وشكرا. دقيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المحكمة، عندي بعض التوضيحات. صوت. حوليش توضيحات. حوليش. توضيحات وبعض الطلبات اللي أنا أقدمها لكوني من المدعين، وكيل مدعين بالحق الشخصي من شهداء الدجيل. نعم. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أحسن العدل. أحسن العدل نصرة. إحنا أعطيناكم فرصة كامل الحرية، هو هم خلوه يكمل. أرجو أن يسمحوا لي أن لا يقاطعوني. إحنا نسمع على حرية. أرجو أن تنبههم لا يقاطعوني. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين: أحسن العدل هو نصرة المظلوم. وأرى المحكمة الموقرة قد همشتنا كثيرا وطبنتنا حتى في الأسئلة عندما كنا نوجهها إلى المتهمين، وأتساءل إنما قام به المتهمين من توضيحات يعني تعد في الحقيقة مشكلة، حيث إن أوضح المشكلات هو توضيح الواضحات، وهذا لا يحتاج إلى أي دليل. بالإضافة إلى الطلب الذي قدمته سابقا بحضور بعض وكليني من المشتكين والشهود، ولحد الآن المحكمة لم ترد عليه، وهذا الطلب الذي سوف أتليه إلى محكمتكم الموقرة. السيد رئيس محكمة الجنايات العراقية العليا المحترم، الموضوع اجتماع محامي وكلاء الدفاع عن المتهمين مع المحكمة، تحية واحترام. لوحظ في عدد من الجلسات اجتماعات محامي الدفاع عن المتهمين المنفردة مع هيئة المحكمة وبجلسات مغلقة دون حضورنا محامي المدعين بالحق الشخصي، دون الاستجابة إلى طلباتنا، حيث إن هذه الاجتماعات نتحفظ عليها لكونها تخل بوقار وهيبة المحكمة وتعد سابقة قضائية. أطلب من محكمتكم الموقرة توضيح الأسباب الموجبة لذلك، وتقبلوا فائق الشكر والتقدير. هذا بالإضافة أشرت إلى طلبات مقدمة من قبلكم بالاجتماع. نعم. ورفضت. نعم. أين هذه الطلبات؟ ثبتوا أمام المحكمة. نعم أستاذ نثبت. ثبتوا هذه الطلبات. نعم. بيا تاريخ أنتم قدمتوا طلبات محكمة؟ نعم أستاذ في المرافعات السابقة. نعم أستاذ مرافعات السابقة. نعم. شو وقت؟ نعم أستاذ في لا جلسة طلبات. ثبت التواريخ. نعم أستاذ. ثبت التاريخ. نعم. ثبت الوقت. نعم أستاذ. بالإضافة إلى أنه ما جاء به المتهمين هو مجرد اصطناع
للدليل. فأنا أتساءل، إذا كان المتهمين الماثلين أمامكم هم من الذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين، إذن من المتهم؟ المتهم موكليني الضحايا، أين قبورهم؟ أين هم؟ أنت وكيل الحق الشخصي، عليك بإلقاء مطالعة وفق القانون. من ناحية تتهم المحكمة بالاجتماع من وراء الأسرار بوكلاء الدفاع، من مرة تقول أنه قد أبو سالي أنا لا أتهم المحكمة، هذه حقيقة. دسمع أنت غير أمام المحكمة، لا رئيس المحكمة ولا أعضاء المحكمة شايفيك. أنت مقدم طلب للمحكمة، ولو طلب شفوي ما نلتقي بيك. مقدم طلب، بين لي طلب، تاريخ الطلب.